كنت لاعب انا بنادي الراي الطائرة. طائرة. اي ما شاء الله. قبل 25 سنة ترى. استقبال ولا ها؟ استقبال ولا اعداد ولا كلش من اول ما انطق من اول. ياخذون التسليم مفتاح ها؟ هذا الحين مالنا سنة. وعندنا مباراة بجيزان مع اليرموك. اي. يوم جينا المطار وننزل فريق كله مدخله ويوم جاء دوري بدا يصفر الجهاز يصفر فصخت كبكاتي وساعاتي وقشي كله برا بدا يصفر الجهاز ولا مريت صفر قال لازم وش اللي معك انت بك صيخ شيء قلت لا والله ما في شيء قال مني معك خاتم ما في شيء قال اجل افسخ ثوبك قلت بالمطار افسخ ثوبك قال ابن حلال تبي تطير معهم افسخ ثوبك انت وصلت ولا تو لا لا قبل نروح للمغادره اسلم وجيك افسخ ثوبي انا يا الله يوم مريت بدا يصفر قال وش انت بك سن سن حديد يعني اسد انا قلت لا ابن الحلال ما ابي شيء صفر عليك وانت بدون ثوب بدون بسروال وفنيل وسروال طويل قال اجل تف افسخ فنيلك لا لا ما ابى شيء ابن حلال وجيك يكلمون واحد مسؤول جاء الموضوع تسبر قال وش بك انت؟ ما ابي شيء قال وش اللي صفر بك انت؟ الجهاز ابخص منه يقول وجيك افسخ فنيلتي عند العالم وباكستاني يقول كذا يعني متغربل يوم مريت وش يصفر ما عليك الا السروال على العيد سروالين علي وجهك يصفر قلت لا 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 وجهك يجي مدير الدنيا مدير الصاله كلها قال الدعوه ما هي بننتبه الحين تبي تطير افسخ سروالك الطويل يا ابن الحلال من هي يا ابن الحلال عند العالم والصاله مليانه قالت تروح مع اخوياك انت وجيك يجي لداري قال يا ابن الحلال شلون ما يروح ذا قال افسخ سروالك الطويل وامر يصفر ما لا لا وش اصوات نكتفي بهذا وش يسوي به خلاص لا تفسخ فيه لا ما نفسخ اثر الوالده الله يرحمه سكنه جنات النعيم تعلى في الجنه داخلتنا جرده عندنا سوق جرده اي شارد اللي سراويل اللي طق ذوليك عرفته انا اللي قطتهم اي بسافر اخذت الجديد اثر طقطوق اللي بالوسط ذا مضحك والعالم مضحك والعسكر ضحكت الدنيا حلو انا ابوك وش شكل الرحله راحت عليكم انتم ناطرنا بشر دري وش السبب استغفر انت قد مسكت حارس مرمى مع فريق ولا شيء طلبوا منك انك تكون حارس ولا ايه من اول حارس وصار لك فيها موقف ولا مره كوره رفيعه كانوا في فريق انت عشرة وانت يبغونك حارس معهم او شيء ايه طلعت بمسكه زيد على الفتح صارت اوسع من الكوره وضرب وجهي ويرع في خشمي الحاله مبروك يا ابو عبد الله الله يحييك يا ابو عبد الله يسعدك